عندما تشعر بالألم لسنين من دون أن تبوح به، فذلك هو قمة الوجع. هذا هو حال أم نضال سامحنا من مدينة نابلس، التي تربي أبنائها الأربعة الذين يعانون من إعاقات حركية وعقلية، أكبرهم عمراً 45 عاماً. أم نضال التي لم تسعفها حالتها بالبوح بكلمات تعبر عن ألم يسكن قلبها منذ سنين، أخذ زهرة شبابها وحرمها من العيش كأي أم. نفسي إنهم يطيب. وجع قلب أم نضال لم يكن الوحيد، فوجع جسدها أكبر، حيث كانت تحملهم نضال، إياد، عمار وعماد على ظهرها كي تنقلهم من مكان إلى آخر قبل أن يحصلوا على كراسي متحركة منذ فترة قصيرة خففت عليهم، حيث كان عماد قبل أن يحصل على كرسيه يتنقل في باحات المنزل زحفا كالأطفال. والله هذا الولد من حد ما إنه قعد، يعني كان يزحف من أول، اليوم بزحفش مني. الوصاني هذا شايف كيف، هذا تقيل هيك وزنين، فاتغلبنا لما انه وصلنا لحل، يعني انه جبنا له عربايه اللي تحمله، تحطه على العربايه، تحطه على التخي، تحطه على كذا. ولا من اول كنا ميتين نموت، يعني هيك انتوا زلام اثنين روحوا حملوه. ابو نضال الذي يعتصر ألما عاتب جداً على المسؤولين والجهات المعنية التي لا تبالي بحالة أبنائه. والله هو المسؤول ما زال عرف من أي جريدة ومن أي كذا، في إمكانه يسأل، ها بندله يجي عهون يشوف بعينه، مش بس الصورة، بعينه يشوف حقائق، مش صورة هيك مر الكرام يعني. قد يسأل البعض أين الأخ الرابع عمار الذي خرج من المنزل كي يلهو بجواره وكي يشتم الهواء النقي الذي تخلو نسماته من الألم والمعاناة. فمحافظة نابلس تحاول جاهدة هي ومؤسساتها أن تخفف عنهم من خلال تقديم كافة المساعدات الممكنة والمتاحة. طالب الجميع أنهم ينظروا لهاي العائلة بمساعدتهم. هناك شيء طلب بمتناول يد أنا باعتقادي، وهو تركيب أسانسير حتى تغيير نفسية الشباب الأربع، تغيير نفسية والدتهم والدهم، إن لو نزدوا بالأسبوع مرة نزدوا على الشارع من هذا الأسانسير، لأن أنت شاهدت الآن أحجامهم كبيرة، أعمارهم كبيرة، لا تستطيع الأم أو الأب حملهم لأنهم كما قلنا كبار بالعمر وشباب كبار. تحسبهم أغنياء من التعفف، هذا هو حال أسرة أبو نضال سامحنا التي يكاد يخلو بيتها مما يقيم أود أبنائها. عماد إيش بوجعك؟ إجرك؟ قصص الحياة كثيرة، منها ما تم الكشف عنه ومنها ما زال مخفي، لكن قصة نضال وعماد وإياد وعمار مستمرة منذ سنوات، قصة يملأها التعب والمعاناة، تحتاج أبسط مقوماتها لكي تستمر وتفعم بالأمل. لتلفزيون القدس بصير شتية، نابلس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.